شحنة ايه؟ فيها المبلغ كله؟ والعيال دي لو قاومتنا هنعمل ايه؟ تعليمات علي بيه واضحة وصريحة. والسرقة اللي تعرض لها البنك دي كانت تخطيطك؟ ايوه يا فندم، بس التحقيقات ما اثبتتش حاجة. واديني بعترف اهو. طيب والدافع ليها كان ايه؟ مجرد توفير سيولة؟ ده اللي قاله لي يا حامد في الأول، بس هو كان عنده دوافع تانية. ايه هي؟ عرفتها واحدة واحدة لما فهمت أكتر، بس اللي قاله لي ساعتها كان كفاية علشان يبان إن أنا اقتنعت. أنا عارف إن الكلام ده غريب عليك، بس الفلوس دي حقنا، ومش عيب إن إحنا نسترد حقنا. إحنا محتاجين لسيولة وبسرعة، وإلا هنضيع. لازم الفلوس دي توصل للراجل اللي احنا اتفقنا معاه، وإلا هتبقى كارثة. وأنا إيش ضمني إنك ما تكونش بتكذب عليا زي ما كنت بتكذب عليا طول عمرك؟ وما تزعلش مني إن أنا بفكر بالشكل ده. طبيعي إنك تفكر بالشكل ده. بالظبط، ده الطبيعي. لازم أشك في كلامك طول الوقت. مش جايز تكون عايز تاخد الفلوس دي علشان تشتري بيها المخدرات وتتاجر فيها، أو جايز عايز تسرقني وخلاص. جايز أنا مش هزعل منك، لأن عارف إن كل اللي بيحصل حواليك ده أنت مستغربه. صدقني عليك، لما تقعد مع نفسك وتهدى وتفكر كويس هتكتشف إن كل الكلام اللي أنت قلته لي دلوقتي ده كلام فارغ وما يصحش. لأن أنا لو عايز أسرقك يا ابني كان زمانك مرمي في الشارع، ما حلتكش ولا مليم. اسمع، أنا ماليش علاقة بحوار السرقة ده، لو عايز تسرق روح اسرق. أنا فاهم أنت بتفكر في إيه وقلقان من إيه. الفلوس اللي إحنا هناخدها دي متأمن عليها من البنك المركزي، يعني المودعين مش هينضروا، مش هيخسروا حاجة. والبنك المركزي ده تبع الدولة، وإحنا هنقدم خدمة للدولة بإن إحنا نمنع انتشار المخدرات وتدمير الناس. يبقى ندفع من جيبنا ليه؟ أنا ما كنتش أعرف إنك راجل وطني للدرجة دي. أنا ماليش علاقة بوطنيتك دي، روح لم شوية بلطجية واسرق البنك براحتك. بص يا علي، إحنا في الهوا سوا دلوقتي بسببك، وأنا مش هعمل أي حاجة، مش هتحرك أي حركة إلا وإنت معايا. عايز تساعدني في إن إحنا نسرق البنك بتاعنا اللي الحكومة حطاه تحت الحراسة؟ ماشي، مش عايز شوف لك طريقة تانية بقى تدبر بيها المبلغ المطلوب، لأن دي مسؤوليتك. هو مش إنت قلت لي أنا ابن يحيى نصير وأنا اللي لازم أدير وافهم واعرف كل حاجه وابقى مالي مركزي؟ اتفضل املى مركزك يا سياده المدير. بعد بكره عندنا ميعاد مع الراجل اللي هندفع له ال50 مليون جنيه. بكره لو الفلوس دي ما اتوجدتش يبقى احنا انتهينا، يبقى احنا في حكم الميتين. والراجل اللي قتل ابوك وقتل أمك مرتين يبقى انتصر علينا، وهو اللي هيفضل عايش. أنا هستناك عند عصام، وعارف إنك هتيجي. خلي حامد يقولك انه عايزك تسرق البنك، اما الورث اللي استلمته راح فين كله؟ كان تحت الحراسة؟ مش كله، كان فيه وصول، وعلشان نحولها لفلوس لازم نبيعها، والبيع كان هياخد وقت، ولو السوق عرف ان احنا بنبيع الوصول هيحصل لنا مشاكل اكتر من اللي حصلت من ورا الحراسة. فما كانش قدامكم غير انكم تسرقوا البنك. بالظبط، كل اللي فكرت فيه وقتها أنا لو ما ساعدتهمش في سرقة البنك هيسرقوا بطريقتهم عنف، أكيد في ناس هتروح فيها وذنبهم هيبقى في رقبتي.
يا ترى ده بقى مبرر للسرقة؟ ده أحلى مبرر لأي شر ممكن يعمله البني آدم، إنك تقنع نفسك إنك تعمل الشر الأقل عشان تمنع الشر الأكبر، وكله في الآخر شر، بس إحنا بنضحك على نفسنا. أنا هنا لسبب واحد بس، لا عايز عنف ولا دم ولا إصابات ولا أي حد يحصل له أي حاجة. مدير البنك تقريباً بيشتغل عندنا، يعني أي معلومات إحنا عايزينها على المكان ممكن نجيبها بسهولة. عايزين نوصل للي إحنا عاوزينه بأقل خسائر ممكن. علي النعمة برنس. بكرة البنك هتخرج منه نقلة فلوس أكتر من المبلغ اللي إحنا محتاجينه، فإحنا فكرنا نشوف وقت البنك فيه بيبقى فاضي، نلبس حاجة تغطي وشنا، نخش على الواد بتاع الخزنة، وبعد كده ممكن ننقل الفلوس عن اي بقى. حاجه هتحصل جوه البنك هيبقى فيها عنف وممكن ناس تموت. واحنا هناخد الفلوس ازاي اذا ما خدناهاش من جوه البنك؟ انت مش بتقول ان الفلوس خارجه من البنك بكره؟ اه. يبقى احنا ما قدامناش غير طريقه واحده بس. اتنفذت زي ما رسمتها بالظبط، كنت عامل حساب هامش للخطأ. وظيفة وعايز اعينه فيها، اجرها حلو ولها قيمة كده يا باشا. وايه بقى يا سيدي الوظيفة دي؟ في شركة أمن. أنت عايزه يبقى ظابط؟ بسعادتك اللي مربيه يا باشا.
رزق اللمبي 100 فل وعشره كده يبقى عايشين. انا اللي مش عازب بيها. ليه بس؟ ما الراجل جاب ورا اهوت واستوى وقع على حجرك. عازل عيبني وانا مش هنزل في الساعه. الراجل ده برضه شايل عندنا كتير. البلد محتاجه بودره اليومين دول. ده انا لو وقفت بيهم في الشارع بره خلصهم في ساعتين ثلاثه. ايه يا عصام؟ عادل باشا، سليم باشا وصل ومستنيك. طب مش انت دلوقتي يا عصام؟ ها؟ وانا بكلمك. تحت امرك. وماله؟ اهلا 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 بالباشا الكبير، نورتني. اهلا يا عادل. يا ريت تكون اغلى واحلى عربيه عجبتك عشان ابعتها لك لغايه البيت هديه. والله في الحقيقه يا عادل انا مش جاي لك عشان كده. محدش غيرك يعرف انا بشتغل مع مين. وده سر يا سليم باشا، اتشرف ان سيادتك وسيادته ما قلتوش لحد غيري. وهو كمان شايف ان انت ليك مستقبل. وانا خدامك وخدام. انت متاكد ان علي قطع علاقته بالداخليه؟ متاكد لك يا باشا. في اسرع وقت. عينيا. بقولك ايه؟ سامحيني في اللي عامله بس انا بجد مش قادر خلاص. ايه في ايه؟ بص يا ستي، من حوالي سنه كنت بحضر مؤتمر دولي لمنظمات حقوق الانسان، يعني ايام ما كنت فاكر نفسي بقى صحفي بجد وهيكتب مواضيع محترمه تهز الراي العام. ما علينا. هناك قابلت واحده محاميه اسمها شهيره عبد الرحمن، دماغها شبه دماغي بالظبط بس من سكه تانية، بتهتم بنفس المواضيع، يعني بتناصر قضايا المراه، ترفع قضيه الغلابه وما تاخدش فلوس. أنا لسه مستنية النقطة المهمة. يا ستي اتكي على الصبر، من هيجيلك في الكلام أهو. شهيرة عبد الرحمن دي شغالة محامية في مكتب مين؟ نصر عبد الحميد المحامي. محامي علي يحيى نصير؟ اسم الله عليكي. المحامي ده يعرف كل كبيرة وصغيرة عن المجموعة وعن علي نفسه. يعني بيسهر مع مين؟ بيروح فين؟ بيجي منين؟ تفتكر إنها عارفة حاجة ليها علاقة بموضوع المخدرات ده؟ يا ستي حتى لو مش عارفة، اللي انا متاكد منه انها عارفه عامر العدو بتاعهم ورصدين كل تحركاته، وحاجه بالاهميه دي اكيد شهيرة عندها علم بيها. المهم امسكي ده رقم تليفونها، كلميها وهي هتعمل اللازم. الو الو، مساء الخير. ايوه مساء النور. استاذه شهيرة عبد الرحمن؟ ايوه. مين معايا؟ انا امل الزهر، صحفيه بجريده العاصفه. اهلا وسهلا، انا عارفه حضرتك. في الحقيقه انا كنت عايزه اقابل حضرتك. ممكن اعرف بخصوص ايه؟ ممكن اقول لك لما نتقابل، موضوع مهم جدا. اهلا وسهلا. اهلا، ازاي حضرتك؟ الحمد لله. تشربي ايه؟ لا ميرسي، اصل مستعجله. انا عارفه ان الموضوع غريب، وبعدين خليتك تسيبي شغلك وعطلتك. لا مفيش مشكله، بس يا ريت اقدر افيدك. انا هطلب من حضرتك طلب صعب، وكل اللي انا عايزاه انك تفكري. اتفضلي. انا عارفه انك شغاله مع المستشار نصر عبد الحميد. كان نفسي اسافر واشتغل بره، بس انت عارفه بقى الامهات. كان جاي لي شغل في اليونايتد نيشنز، بس عشان اخد الشغلانه دي كان لازم اسافر واقعد في نيويورك. امي ما وافقتش، بس المستشار نصر يبقى صاحب بابي، فقبلت بقى ان اشتغل معاه. ده هيصعب مهمتي اكتر. ليه؟ انا مهتمه بيحيى النصير الله يرحمه وبالمجموعه اللي بيمتلكها، وكنت قعدت مع المقدم عليه قبل ما يعرف انه ابن يحيى النصير. بصراحه انا مستغربه ازاي قبل يورث ويحل محل والده. مستغربه ليه؟ هكون صريحه معاكي اكتر. مجموعه يحيى النصير مش فوق مستوى الشبهات، والمقدم علي كان ضابط شريف واخلاق بجد، فانا مستغربه يعني ازاي بقى مسؤول على كل ده. كل ده اللي هو ايه؟ انا مش فاهمه. تجاره اعضاء، مخدرات، دعاره. استاذه امل، انت متصوره اني ممكن اساعدك ازاي؟ انا عارفه انه طلب صعب وغريب، ممكن جدا ترفضيه، بس كل اللي انا عايزاه انك تفكري. اوكي. انا عايزه اعرف ليه حامد ابو العطا والمستشار نصر عبد الحميد ورثوا علي الثروه دي، وايه العمليه اللي بتحصل في البلد اللي بسببها تاجر مخدرات اتقتل. انت عايزاني اقول لك اسرار الراجل اللي انا شغاله في مكتبه واسرار اهم عميل عنده عشان تنشريها؟ انا قلت لك انه طلب صعب. لا ده مش طلب صعب، ده طلب مستحيل. وانا اسفه جدا اني ضيعت وقتي وجيت قابلت حضرتك. استاذه شهيره،
أنا عارفة إنك مهتمة بحقوق الإنسان، بس عايزة أوريلك صورة مش هضايقك تاني أوعدك. إيه ده؟ ده تأثير دواء من الأدوية اللي بتسبب الإدمان، نزل في السوق باسم التمساح، تمنه زي الأسبرين بالظبط، اللي بيتعاطاه بيدمن من تاني مرة ويستحيل يبطله. في مافيا طورت الدواء ده وخليته أقوى، بس نفس التأثير، يعني يمكن بدل ما كان بيموت في سنتين هيموت في تلاتة. عارفة بيموت إزاي؟ أجزاء من مخ المتعاطي بتقع جوه جسمه. أنا مش فاهمة إيه علاقة الصور البشعة دي باللي إحنا كنا بنقوله. الدواء ده هو اللي مجموعة يحيى نصير بتنافس عامل القطان عشان تستورده. الهيروين اتسحب من السوق تقريبا عشان لما ينزل ده كل اللي بيتعاطوا يشتروه. دي أرقام تليفوناتي، لو حبيتي تكلميني كلميني، لو ما عملتيش كده أنا هقدر موقفك، بس حطي قصاد عينيكي المصلحة العامة، شوفي كام مليون واحد ممكن تنقذيها. أوكي، عن إذنك، مع السلامة. خلي بالك عليه، الراجل ده هو اللي هيخلص لنا مشكلة القطار. أنا اللي هتفق معاه. ده أنت أول مرة تقابله. لازم أتأكد من سبب سرقة الفلوس، وده مش هيحصل إلا لو أنا اللي اتفقت معاه. عليه، أنت لسه متضايق عشان الواد اللي مات؟ لو سمحت، مش عايز كلام في الموضوع ده تاني. اهلا اهلا يا باشوات، نورت يا حامد باشا. اهلا يا باشا. رامي شهاب الدين، ضابط سابق وواحد من اكبر تجار السلاح في الشرق الاوسط. اهلا وسهلا حامد باشا. حبيبي يا رامي باشا. حبيبي يا باشا. علي باشا ابن الباشا الكبير قوي يحيى نصير، الف رحمه ونور عليه. الله يرحمه. متهيألي كده ان انتوا هتبقوا صحاب ان شاء الله يا حامد باشا. اتفضل يا باشوات. علي باشا اتفضل. انا سبت الداخليه علي باشا يجي من 10 سنين، ومتهيألي كده زي ما انت شايف كان عندي حق. طبعا طبعا. لا لا لا، انا هشرب بعد العشاء. من عينينا يا باشا. اللي كنا بنمسكهم علي باشا كانوا بيرجعوا تاني وكانوا بيكتروا، وفي وقت كده عرفت ان في واحد من القيادات الكبيره بيشتغل معاهم. قلتوا على ايه؟ طب ما نقضي على الوسيط واشتغل انا معاهم دايركت. وعلى راي المثل علي باشا، اللي ما تقدرش تغلبه انضم له، وانا بصراحه بقى انضميت. رامي بيه علي بعد ما ساب الداخليه وربنا كرمه قوي ما نسيش اصله، واصر انه يجي يعيش هنا في نفس المكان اللي اتولد فيه. ما شاء الله. مش هكدب عليك علي باشا ولا اتكسف منك، ابويا زمان كان راجل على قد حاله، مدرس ابتدائي، ربنا كرمه وسافر الخليج وبدا يتاجر في العمله، ورجع وعمل شويه علاقات واللي بيها دخلني كليه الشرطه، بس انا بقى قررت اني ما انساش اصلي، وعشان دايما افضل فاكر السبب اللي خلاني اعمل اللي انا بعمله ده وجيت على هنا. وما تنساش يا باشا ان دي منطقتي، وانا ماكل الناس دي كلها. مش باين عليهم يعني؟ يا علي باشا لازم يفضلوا فقراء عشان يفضلوا محتاجين لك. انا يا دوب بديهم اللي يعيشهم، ياكلوا يشربوا يخلفوا، وقصاد ده كله بيحبوني وبيحموني. معك حق. والله. سكه برضه. طبعا. بس انا سمعت يعني ان انت اشتغلت مع الوالد
وإنك ساعدتنا ووقفت جنبنا كتير. رامي بيه يا علي أول ما عرف إن إحنا محتاجين له كان عايز يجينا بنفسه. ده أكيد، بس أوعى يا باشا تكون متراقب ولا عندك عصافير بتوصل للداخلية. أصل لو الداخلية عرفت البلد كلها عرفت. ما أنت عارف يا باشا البلد مليانة عصافير في كل مكان. يا الله احنا عرفنا ان عامر القطان ناوي يعمل شغل مع صاحبك. انا برضو عرفت الموضوع ده. هو لم كل تجار المخدرات واتفق معاهم انه يعطش السوق، عايز يقضى على المنافس من قبل ما ينزل، بس ده برضو ما عداش بالسهل. لا مش فاهم ازاي ما عداش بالسهل، يعني ايه اللي حصل؟ يا علي باشا اللي حاول يعترض اتصفى. ما احنا معترضين يا رامي باشا. يبقى رامي باشا طول عمره يحب الهزار يعني. اتفضل يا علي باشا. انا مش عايز الصفقه بتاعت عامر القطان دي تتم. يا علي باشا دي سياسات كبيره لناس اكبر منك ومني. اللي عرفته ان انت الراجل الكبير بتاعهم هنا، يعني ما بيعملوش اي حاجه من غير ما يرجعوا لك. ولما يرجعوا لي؟ ما انت لسه قايل ان عامر القطان قتل واحد من تجار المخدرات، يعني ممكن تقوم حرب ما بينهم وده مش كويس. التجاره دي مهما كانت مهمه ممكن يتقال للناس دي ان الوقت مش مناسب، وان استثماراتهم دلوقتي مع عامر القطان هتخسرهم. تحب تشيل انت؟ احب الموضوع كله يتاكل. سنه مثلا؟ سنه بعد كده يحلها الحلاق. بس ده هيكلفك كتير. انا عارف. يبقى خلاص اعتبر الموضوع اتاكل واحنا جاهزين. بالذمة يعني مش حرام الفلوس دي كلها تروح على مفيش؟ قلنا خدنا بيها بضاعة حتى. بني آدم واحد بريء مات، بس فيه ملايين هيعيشوا، والأهم من ده إننا وإنت بقينا في أمان وعدونا بقى أضعف. وصل ومستني سيادتك تحت يا جنرال، واضح إن عنده كلام مهم. اللي أنا كنت متوقعه؟ الفلوس اتسرقت من البنك واتاخدت كده بحطتها وراحت لرامي باشا. 50 مليون جنيه يا كبير، 50 مليون جنيه ومحسوبة معاه 50 كيلو هيروين، وعايز يصرفهم ومش عايز يتصرف فيهم لما رياسة تأذن، عشان رياسة ما تزعلش. يبقى حد غيرك بقى هو اللي راح مع عادل أبو العطا لرزق النجار في الكباري بتاعه عشان يبيع له 50 كيلو برضه. أنا غلبان يا رياسة، وبعدين أنت عارف كويس أنا مخلص ليك قد إيه وما بعملش أي حاجة إلا بأمرك، بس يعني برضه أنا بيت اتخرب وشايل ملايين عمال اوديها يمين وشمال ومش طايل منها حاجه. علاء هيظبط معاك مبلغ كده وانت ماشي تمشي بامورك لحد ما نبتدي نشتغل. تسلم يا رياسه، بس بقول برضو يعني تبص على الصنف، ده صنف حلو هيعجبك. انا كلمت رزق عشان يكلم عادل واقعد معاه اتفق معاه اتفاق كان هينقله نقله تانيه، بس هو ما ردش. عادل ده بيتنطط في دماغه قرد تاني خالص، مش هيجي مع الرياسه. انما انا خدام صباع الرئاسه الصغير. احنا ممكن نبلغ عنهم في موضوع سرقه البنك ده جنرال، وعصام لو خد قرشين حلوين هيعترف ونلبسها لعلي. مش كفايه هيطلع منها ببساطه. امال انت ناوي على ايه يا جنرال؟ طب انت مش مستغرب ان عادل ده كان هيموت ويبيع ال 50 كيلو اللي معاه، ولما جات له الفرصه عمل فيها تقيل؟ عايز ايه؟ عايز يوصل لأعلى سعر مثلا؟
هو ممكن يكون عامل الحركة بتاع الهيروين دي علشان يديني انطباع انه محتاج فلوس وهو مش محتاج حاجة. معقولة يا جنرال؟ ازاي عادل مش محتاج فلوس وهم فرضين عليهم الحراسة؟ دول كانوا بيسرقوا بنك عشان عايزين سيولة. معقولة كل دي حركات؟ حامد مش سهل أبدا. مرحب يا مرحب يا حامد باشا. مفيش مكان اكأب من كده نتقابل فيه. ده اهدى واحلى وأأمن مكان ممكن نتقابل فيه يا رامي باشا. وايه الحراسه دي كلها؟ تناوي تحارب ولا ايه؟ ربنا ما يجيب حروب، هي ناقصه. ده بس عشان اللي هورهولك يطمع. عيب يا باشا، ده انا عدد الخمسين مليون وطلعوا مظبوطين. عيب عليك انت، ده انا سارقهم بنفسي. قول لي يا حامد باشا، امال فين علي باشا؟ نايم وبيحلم ازاي يخلص الكون من شرور البشر اللي زينا. ليه لا سمح الله، هو احنا كنا اذيناه في حاجه؟ انا وافيت وانا عند وعدي وكلمت له اي وقلت له ان انت اللي هتشيل البضاعه. انا هدفع اكتر من عامر القطار، يعني مش محتاجه تفكير. طب ما تورينا الفلوس. امال انا جايبك هنا ليه؟ يلا. المفروض ان ده قبر المرحوم يحيى نصير، بس في الحقيقه احنا استخدمناه في حاجه تانية. بس الحاجه التانية دي مش بعيده عن المرحوم، فلوس المرحوم اكراما ليه نيمناها في حضنه. ما انت عارف يا رامي باشا، البنوك اليومين دول ما عادش ليها امان. لكن للاسف بعد ما شفت الجثه مضطرين ننقلها في حته تانية. ليه؟ وانا اسرقك؟ العفو يا رامي باشا، بس الواحد برضه لازم يحرص ولا يخونش. الله ينور عليك، تمام كده. على فكرة كل القبور اللي حوالينا دي فيها نفس الكسة بنفس الكمية. دي تقضي وتفيد. على العموم أنا هكلم لؤي عشان نعرف هنقابله إمتى وهنسلم فين. على بركة الله. فاتحة يا رجالة. تاني برضو يا ريما؟ معلش انا عارفه ان انا مزهقاكي. مش موضوع مزهقاني، انا نفسي اشوفك مبسوطه بس. ميرسي يا اسماء. قولي لي، كلمتي مامة ابراهيم؟ وعرفتني على ساره اللي بتجيب الهدوم. ولسه متضايقه ليه؟ هي الهدوم هي اللي هتبسطني يا اسماء. انا حامل. ايه بجد؟ طب ده احلى خبر سمعته من بدري، ما انتي متضايقه ليه؟ بفكر انزل البيبي. يا نهار اسود، ليه؟ مش قادره. انا مش عارفه متجوزه مني يا اسماء. مش حاسه ان انا مستعده اني اخلف دلوقتي في الظروف اللي انا فيها دي. بعد كل السنين دي يا ريم، دي كانت امنيه حياتك. تخيلي، بس انا حياتي اتغيرت لما تبقى ترجع زي الأول. أبقى أفكر يا حرام. وقالت لك أنهي دكتور؟ آه. وهتروح له إمتى؟ طيب طيب، مع السلامة. دي بتفكر تنزل لبطنها. فالمفروض أنا عايزاها تموت وهي حامل. عاوز انزل الجنين. انا هعتبر نفسي ما سمعتش حاجه. بس انا لسه ما خلصتش الشهر التاني، وده حقي الطبيعي. ايه هو المبرر؟ الحمل الطبيعي والمستقر، ده كان حلمك اللي كان نفسك فيه من فتره. ايه اللي حصل؟ بصي، الاعراض دي بتحصل لستات كتير، خصوصا لما بيحملوا بعد فتره. حاجه اسمها ربط مفاجئ. بس انا في كامل وعي، والافضل ليا وليك جنين ان ده يحصل.
أنا شايف إنك أنت محتاجة شوية راحة وتفكري في الموضوع ده بعمق شوية، ولو لقيتي نفسك مصممة على اللي في دماغك فبرجوكي إنك تتفضلي تشوفي دكتور تاني. لو خرجت تاني من غير حراسة هتشوف ايه اللي هيحصل لك. حاضر حاضر، بس من فضلك مش عايزة اروح البيت دلوقتي. يلا يلا. هضغط عليك عشان تقولي حاجات دي مش عايزاها. يلا صباح على خير، انا ماشي. الو استاذه امل، انا محتاجه اقابل حضرتك في اسرع وقت. عشان خاطريك وحياتي لو بتحبني. أنا حامل يا علي. حامل وكنت هموت النهاردة. لا. كنت هتقتل أنا واللي بطني. لا يا بيه، لا يا اللي مش هيحصل، مش هيحصل يا حبيبتي. بس عارف انا كنت فين قبل كده؟ كنت عند الدكتور عشان انزل لبطني يعني. ازاي يا علي؟ هتحمينا انا وهو ازاي؟ هتزود الحرس؟ ولا هتديني مسدس امشي بيه؟ فهمني يا علي، فهمني انت ناوي على ايه تاني؟ فهمني يا حبيبي، انا مبقتش قادر استحمل. ولا انا ولا ناري ولا مش عايز حد معايا.
خير يا استاذه شهيره؟ في ايه؟ علي نصير بعد ما بقى موكل عندنا كان بيحاول يوصل لملف ليه علاقه بحاجات تم استيرادها من فتره. انا عرفت المعلومه دي من محامي صغير شغال معانا. المهم ان المحامي ده ادى الملف وادى معاه ملفات تانيه. ملفات ايه؟ قضايا كانت خلصت بس انا عرفت انها خلصت بطريقه غير سليمه. يعني في رشاوي اتدفعت، في ادله اتسرقت من المعامل الجنائيه، واحراز نيابه اختفت فجاه، ده غير التلاعب بالاسهم في البورصه. الملفات دي فيها اللي يثبت تورط المتهمين بالرغم من اللي حصل. بصراحه انا مش فاهمه حاجه. علي خد الملف وبعدها بيومين البوليس قبض على الموكل اللي دفع الرشوه. ملف تاني ليه علاقه بتزوير عقد ارض. بعدها بثلاث ايام البوليس قبض على المزور والارض اتصدرت. ملف تالت بتاع البورصه. بعدها بيوم واحد بس اتفرضت الحراسه على المجموعه كلها، وملفات تانيه كتير بالشكل ده. وده معناه ايه يا استاذه شهيره؟ معناها ان علي لسه شغال مع البوليس، وبما اني انا قدرت اعرف ده يبقى هم اكيد عارفين. انا خلاص مش قادر اكمل، مش قادر. وبالتالي انا عملت اكتر من اللي مطلوب اعمله، وصفقه عامر القطان خلاص خلصت. لسه ايه؟ لسه يا علي المهمه اللي انت مكلف بيها لسه ما خلصتش، وانا بس هقول امتى وازاي تخلص.